صاحب دعوة اليوم يمتلك تاريخا عريقا مع البطولات، 22 لقبا للدوري الإسباني، 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وأيضا صاحب الرقم القياسي لكأس العالم للأندية برصيد لقبين. رحبوا معي بصاحب دعوة اليوم البلاوغرانا برشلونة. فرصة رائعة لزيارة ملعب الكامب نو، هذا الملعب العريق، ولكننا في مهمة عمل، لذلك بدأنا مباشرة من تطور إيرادات برشلونة. هذه الإيرادات التي بدأت في عام 2007 برصيد 290 مليون يورو، ثم اتجهت إلى الصعود عن طريق خدمات وجهود خوان لابورتا وساندرو روسل، حتى وصلت في عام 2014 إلى الرقم 485 مليون يورو. هذه الإيرادات تتوزع بالشكل التالي: أولاً الإيرادات التجارية وإيرادات البث التلفزيوني لمباريات برشلونة تستحوذ على الرقم الأكبر برصيد 38% من إجمالي إيرادات برشلونة، تليها في الأهمية ويليها في الترتيب إيرادات دخول المباريات إلى ملعب الكامب نو بنسبة 24%. دعونا نبدأ سوياً بتحليل إيرادات البث التلفزيوني لبرشلونة. هذه الإيرادات انخفضت بنسبة 3% في عام 2014 حتى مستوى 182 مليون يورو، وذلك لانخفاض نصيب برشلونة من إيرادات بث دوري أبطال أوروبا بواقع 3 ملايين يورو، من الرقم 45 مليون يورو إلى الرقم 42 مليون يورو. ماذا عن إيرادات دخول المباريات إلى ملعب الكامب نو، هذا الملعب العريق؟ هذه الإيرادات كانت متساوية في عام 2014 عند مستوى 116 مليون يورو. هذه الإيرادات جاءت من تذاكر مباريات برشلونة في الملعب الذي تبلغ سعته 99 ألف متفرج. هذه الإيرادات كانت متساوية. ماذا عن الإيرادات التجارية؟ الإيرادات التجارية تطورت ولكن بالارتفاع بنسبة 5% إلى مستوى 185 مليون يورو، معتمدة على عقد طويل المدى مع قطر إيرويز الخطوط الجوية القطرية التي تدفع للنادي نظير وضع شعارها على قمصان برشلونة، تدفع 45 مليون دولار أمريكي في العام الواحد. أيضا برشلونة يتجه إلى استخدام خط هجومه المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا في الدعاية للعلامة التجارية لبرشلونة في أمريكا اللاتينية. دعونا نتعرف على بعض الحقائق المالية عن برشلونة. القيمة السوقية للنادي في نطاق المال والأعمال طبقا لصحيفة أو لمجلة فوربس الأمريكية 3 مليارات و200 مليون دولار أمريكي، وهو بذلك يتخلف عن الغريم التقليدي ريال مدريد بواقع 240 مليون دولار أمريكي. ماذا عن قيم لاعبي برشلونة في سوق الانتقالات؟ تبلغ 700 مليون يورو، وهو بذلك يتفوق على الغريم التقليدي ريال مدريد الذي تبلغ قيم لاعبيه 633 مليون يورو في عالم الانتقالات الصيفية والشتوية. أغلى اللاعبين هو ليونيل ميسي الأرجنتيني الذي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات 140 مليون يورو، وهو بذلك أيضا يتفوق على الغريم التقليدي ريال مدريد الذي تبلغ قيمة أفضل لاعبي كريستيانو رونالدو 105 ملايين يورو. شكرا لكم وشكرا لليونيل ميسي ورفاقه، وأيضا للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو على هذه الدعوة. ونتوجه سريعا إلى باريس، إلى عاصمة النور والجمال، لنتابع تطور إيرادات ناديها الأول باريس سان جيرمان، ولكن في الحلقة القادمة.